يعني تعال إلى مثلا كاليفورنيا، أهم ولاية في أمريكا كاليفورنيا، يعني أهم ولاية من الناحية الثقافية وكذا. كاليفورنيا هواي يحسبون أحسن في كاليفورنيا. أهم مدينة اسمها سان هوزي، سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو القديس فرانسيسكو. سان هوزي، هوزي يعني شنو؟ هوزي هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم، يعني احنا نقول اسرائيل، هم يقولون ازرائيل، هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي، النون الاخير يشيلوه. عجيب. مثل شايف الفرنسيين ما يقولون باريس، صحيح باري. صحيح. فهم يقولون هوزي. سان هوزي يعني القديس حسين. الله. القديس حسين، عرفوا؟ ولكن هاي من المظلومية لأهل البيت عليهم السلام. زين ليش صار باسم القديس حسين؟ القديس حسين شو ودى إلى كاليفورنيا؟ صحيح. هذه أبحاث